شخصية سكونا بعد ما خلاص كنا مفكرين ان هي دي اخر لحظات ليه في القصة في المحكمة، لان كل حاجة كانت غريبة ولكن كانت منطقية برضو انه هجروم المجال بتاعه لما يتم مصادرة المجني عليه بيفقد كل قدراته. ولكن استكشفنا ان قوانين المجال ده بيصادر الاول السلاح الملعون اللي بيكون ماسكه المجني عليه ده لو كان ماسك سلاح ملعون. فبالتالي جيجي حطينا في موقف صعب جدا ونوعا ما بيصعبها على نفسه لو كان عايز يخلص على سكونة فعلا. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل فعلا سكونة هيموت في القصة دي؟ ففي الفيديو ده كالعادة هنقول شوية نظريات وتنبؤات للأحداث اللي ممكن تحصل في الفصل اللي جاي ان شاء الله، ونقرأ شوية من تعليقاتكو الظريفة اللي ممكن تكون صحيحة. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تكون مشترك معنا عشان هنا بنغطي كل حاجة عن جوجيتسو كايسن، وما تنساش تصلي على النبي، ويلا نبدأ على طول. الشيء اللي أثار فضولنا والشيء المستفز فعلا ان احنا شفنا سكونة في المحكمة كان عارف كل حاجة وكان بيقول نفذ الحكم وخلصنا، ولكن شفنا اهتمامه الكبير جدا بالسلاح بتاع هيجوروما، ودي حاجة ما تطمنش الصراحة. اللي هو فيه احتمالين، اول واحد انه يكون بيحب التحدي وعايز يشوف السلاح الخرافي ده ويشوف فعلا ازاي هيقدر يتواكب مع قدرة السلاح دي، ولكن انا برجح الاحتمال التاني وهو ان سكونة بتاع مصلحة. من الاخر سكونة اناني جدا، ما بيهموش غير نفسه وبيشوف ايه الحاجة اللي ممكن تنفعه. لو نفتكر في ارك شويا لما كان مهتم قوي ان هو ما يموتش ميجومي وانه حريص ان هو يتعالج، ده ما كانش عشان هو بيحبه ولا كان عشان يقدر يتحدى ماهوراجا ويشوف قوته، ده كان بكل بساطة عشان هو عارف انه مستقبلا هيستغل الشخص ده ويستغل قدراته. فايوه هو ده اللي اقصده، ان سكونة عايز السلاح بتاع هيجوروما. ولكن ده لو حصل الصراحة الموضوع هيبقى صعب جدا جدا وغريب ومستفز في نفس الوقت، اللي هو خلاص احنا اوريدي بنصعب ليفل الوحش، فاتوقع لو ده حصل فعلا مستحيل ابدا 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 حد يقدر يهزم سكونة. طبعا في ناس بتقول ان هو ده السبب ان ما قتلش هيجوروما كوساكافي الفصل اللي فات وان التقطيع كان بسيط عشان هو مش عايز يموته والسلاح يتلاشى ويختفي معاه. في مجموعة من الناس بتقول ان سكونة من قدراته يقدر ان هو يكون مخزن للقدرات، وممكن هو لو كل هيجوروما من خلال البق الكبير اللي موجود في بطنه يحصل على قوته وقدراته، وبيفسروا الكلام ده بقدرة الفليمز او النار اللي شفناها في شبويا واللي شفناها في حاجات كتيرة جدا ومعرفناش اصلها بالظبط. ولكن لو ده حصل هنعرف بقى ساعتها ان خلاص الكاتب مش عايز سكونة يتخلص عليه في الوقت ده، وممكن نشوف كتير من الشخصيات بتموت وينتقل القتال بقى لجولة تانية او ينتقل لنهاية القصة في الاخر، ما نعرفش اللي ممكن يحصل. طبعا لو حد بيقول ان السلاح مش هيكون مهم بالنسبة لسكونة عشان هو موجود فقط عشان يقتله ومش هيقدر يقتل اي حد تاني، اتقال لينا في فصل من الفصول رسميا ان السلاح ده ممكن يقتل اي شخص بغض النظر عن هو ايه ولا مين. النظرية التانية واللي هي نوعا ما اوكي ممكن تحصل ولكن حاسسها نوعا ما مش منطقية، هو ان ايتادوري هو اللي هيمسك السلاح بتاع هيجوروما، فده بالتالي هيخليه اقوى اكتر واكتر ويكون هو صاحب الضربة القاضية. لو ده حصل اتوقع ان ده هيعجب الناس اللي بتقول ان ايتادوري مستحيل يقضي على سكونة في الوقت ده، لان ده هيرفع من قوة يوجي، وبرضه ساعتها لو قتل سكونة ده هيكون شيء منطقي جدا. وبشوف شوية تعليقات وناس كتير بتتمنى ان نهاية القتال ده تكون نهاية سوداوية، او نهاية القصة عامة تكون نهاية سوداوية والكل يموت. اوكي ما عنديش مشكلة خالص ان هي تكون سوداوية، ولكن ملاحظة بس بسيطة، سكونة مش هو الشخصية الرئيسية في القصة، والنهاية السوداوية لازم تكون بتخدم القصة وتكون منطقية، وإلا هتكون حاجة غريبة وحاجة ملهاش أي 30 لازم. والصراحة من وجهة نظري لو فعلا ده حصل وإن ايتادوري مات خلاص والباقي ماتوا على طول كده والقصة انتهت بالشكل الفارغ ده، انا مش شايف ان ده ابدا بيخدم القصة ولا بيخدم تسلسل الاحداث اللي بدأ من الاول خالص، فبالتالي ما اعتقدش ان جيجي ممكن يعمل حاجة متهورة زي كده. صح انا ممكن اقول ان في الفصل الجاي احتمال نشوف اتنين بيموتوا قدامنا، وجايين لي احساس كبير جدا مش عارف ليه هو ان تشوسو هيموت. احنا كلنا عارفين طبعا ان اينو تشوسو كوساكابي وهيجوروما كلهم دلوقتي حوالين سكونة، فاللي هو حاسس ان الكاتب طول على تشوسو شوية خلاه يعيش فترة طويلة وسامحه كتير وخلانا نحبه ونتعلق بيه، فبالتالي مش حاسس انه ممكن يسيبه عايش، فممكن يموتوا الفصل اللي جاي من خلال سكونة، وده ممكن يحرك من مشاعر يوجي ويخليه يتدمر اكتر ما هو متدمر اصلا، لانه هيشوف بقى اخوه الكبير بيموت قدام عينه، اخوه بجد بقى،
فدي ممكن تكون صدمة وتحرك شوية من مشهد. ففي تعليق هنا من احد المتابعين بيقول لنا انه نهاية سكن على ايد ايتادوري ده هيكون شيء غير منطقي جدا، لانه ازاي مرة واحدة البطل اللي لسه متعلم بقيله سنتين يقدر يهزم سكنة؟ ده شيء مستحيل. وصراحة انا فاهم انت قصد ايه، ولكن مش بعيد على ايتادوري، لانه مش اي بطل ومش اي شخصية، لسه في اسرار كتيرة ولسه في قدرات مخفية هيتم كشفها لينا. فلو في الفصول اللي جاية، وده اللي انا متأكد منه، عرفنا سبب القدرة الاساسية بتاعته والضربة على سكنة اللي خليته تهتز، اللي في ناس كتير بتقول ان ممكن الضربة دي تكون صحة ميجومي جوه سكنة، او ممكن تكون تلعبت بالدم او استهدفت روحه او اي حاجة من الكلام ده، اكيد هيتم تفسير الكلام ده لينا. فبالتالي لما نستكشف واحدة واحدة ونشوف الحاجة الكبيرة بتاعت ايتادوري اللي مخبيها، ساعتها لا ممكن نقول فعلا ممكن يهزم سكنة. ولكن برضو جايين لي احساس ان مش هو ده اخر قتال مع سكنة، ممكن عادي جدا تكون دي الجولة الاولى من القتال الكبير، ممكن يوجي يموت، ممكن كل الشخصيات تموت، ولكن يرجع بطريقة من الطرق بعدين في نهاية القصة خالص مع خطة كينجوكو الكوبرا، وساعتها تحصل حاجة تانية هناك. ولكن الصراحة مش شايف ان ده ممكن يكون طريق سالك نوعا ما. انا شايف ان الكاتب لو عايز يخلص على سكنة يخلصه في المعركة دي، او لو عايز تكون نهاية سوداوية او عايز يخلص على الشخصيات يعملها دلوقتي وخلاص. برضو في ملاحظة من نفس التعليق على ان صعب جدا ان الكاتب يخلص القصة، لانه صرح مؤخرا انه هيخلص القصة قبل ديسمبر 2024، ان لسه في حاجات كتيرة جدا هتتكشف لينا. الصراحة انا شايف ان ده مش مستحيل على جيجي انه يخلص القصة قبل شهر 12 2024، لو استمر بالشكل الاسبوعي ده، لانه اوريدي دلوقتي اصلا الريتم سريع والحاجات اللي مستنينا تنكشف ممكن تتكشف لينا بكل سهولة في الوقت ده. صح طبعا الكاتب عنده الحرية الكاملة، هو مش ملتزم باللي قاله، ممكن يطول اكتر، ولو شاف ان القصة ما تقدرش تتختم في الفترة دي ممكن يطول بكل اريحية طبعا، ولكن انا شايف نوعا ما ان ده ممكن يكون منطقي. في تعليق هنا بيقول نظرية على ايتادوري ان هو ممكن يكون اقوى وعاء، وان هو ممكن يمتص كل الطاقة الملعونة في اليابان، ولما يموت تختفي الطاقة الملعونة، ودي تكون النهاية بتاعت القصة. ده راح على نهاية القصة على طول، معرفش الصراحة، هسيب لكم التعليق انتو. Lost Souls بيقول انا متأكد انه هذا الانمي هو يلي راح يفوز في الشرير للأسف، زي ما قلت لكم مش بعيد خالص، ولكن اهم حاجة ان يكون بيخدم القصة. ومن وجهة نظري انا مش شايف ان الموضوع هيكون بيخدم القصة خالص لو سكنة هو اللي انتصر في الاخر، او خطة كينجاكو ماشي، ولكن لازم نشوف على الاقل حاجة بيقدمها ايتادوري لينا. حرق الهانتر هانتر اللي مقراش يختصر الفقرة البسيطة دي، واحد بيقول هنا ان انا حاسس ان نهايته هتكون زي نهاية ميروين من هانتر هانتر، محدش هيقدر يهزمه غير نفسه. ده نوعا ما برضو انا اللي كنت حاسه، وخصوصا في المحكمة انا كنت خلاص حاسس انه لازم يتخلص عليه في المحكمة، ولكن حصلت حاجة تانية مختلفة، لان احنا شفنا ان ميروين بعد القنبلة قوته كانت في مستوى تاني خالص، وما كانش حد يقدر يهزمه. ولكن شفنا برضو ان اللي هزمه نوعا ما بشكل غير مباشر هو ميروين، لان هو مات بسبب السم اللي كان في القنبلة، وفي الاخر مات على حجر كوموجي وكل الكلام اللي عارفينه ده. فلو هو هل ممكن يكون كوجو عمل حاجة قبل ما يموت، استهدفت سكرة مثلا احنا مش عارفينها؟ ما نعرف. لو فعلا ده حصل الصراحة هيكون شيء رهيب جدا، وهيساعد برضو في ان الموضوع يبقى منطقي لما نخلص على سكنة. واحد تاني بيقول لنا قدرة يوجي وعودة كوجو هي اللي هتخلي سكنة يتهزم. قدرة يوجي ماشي، ولكن عودة كوجو نوعا ما كل ما تتقدم الفصول كل ما بحس ان خلاص مفيش امل. ايوه في نوعا ما مقدمات وفي حاجات كتيرة جدا كده تم رميها ان كوجو ممكن يرجع، لو عايزين تشوفوا النظريات كلها شوفوا الفيديو ده، ولكن حاسس ان الموضوع نوعا ما مش دلوقتي، ممكن بعدين، ممكن ما نعرفش، ولكن مش حاسس انه ممكن نشوفه في التلات اربع فصول اللي جاية مثلا. اتمنى اكون غلطان، ولكن اتمنى لو الكاتب هيعملها يعملها بشكل منطقي، وإلا هتكون حاجة نوعا ما تسليكية او صح. في تعليق تاني برضو بيقول لنا ان احنا ما ننساش ماكي اللي هي موجودة في مسافة تعتبر قريبة، ممكن هي فعلا اللي تفاجئ سكنة في هجوم مباشر كده سريع جدا، فاللي هو ممكن تعمل حاجة، ولكن يعني ماكي خلاص يعني ما اعتقدش ان هي تقدر تقدم حاجة في المصيبة اللي احنا فيه. ولكن كالعادة بنفضل نقول كلام وفي الاخر جيجي بيصدمنا بحاجة غير متوقعة ولكن منطقية نوعا ما، ولكن اتوقع ان المراهنة او الورقة الرابحة
هي قدرة فيوجن. فمستمتعين جدا بالأحداث، قولونا رأيكم ايه توقعاتكم وايه اللي تتمنوا تشوفوه فعلا في الفصول اللي جاية. هل عايزين تشوفوا كل الشخصيات بتموت ونهاية سوداوية، ولا عايزين نستكشف اكتر اكتر من قدرات يوجي ونشوف مرة واحدة بيقول دومين اكسبانشن، مين يعرف؟ فقولنا رأيكم في الكومنتات، سوشيال لايك شير سبسكرايب، الكلام ده بيفرق جدا. شوف الفيديو ده لو عايز تشوف الفصل الكامل بقى بالتفصيل وبكل حاجة، او شوف الفيديو اللي هيرجحه لك اليوتيوب دلوقتي. شكرا لكم، كان معاكم نرد الأنمي.